ورجعنا لكم الفاصل. ودلوقتي هنتكلم في موضوع مهم جدا، ناس كتيره بتبقى مترددة، يعني القلب ولا العقل. واحدة دلوقتي في واحد جاي مناسب ليها جدا علشان خاطر يبقى زوج المستقبل، هو مناسب بالورقة والقلم بس قلبها يعني، فيبقى القلب ولا العقل؟ نفس الموضوع، حاجة ليها علاقة بالشغل، حاجة ليها علاقة بالدراسة. مشرفني ومنورني دلوقتي في شارع النهار محمد القوسي. محمد القوسي، ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ أنا تمام. الأخبار محمد؟ يعني هو عمل بلاند كتير جدا في حياته، يعني كان عنده البيزنس بتاعه بي ار ايجنسي، ولسه عندك البي ار ايجنسي بتاعتك، وبيزنس كتير جدا، واشتغلت في الميديا، وعندك حاجات كتيرة جدا. انتهت في الآخر، مش انتهت يعني، مكملة معاك في الآخر، انك انت حبيت جدا موضوع اللايف كوتشنج. بالظبط. ايه ليه يعني؟ هي ان انت تساعد الاخرين حاجه كويسه جدا. ان انت الاحساس ان في حد بيبقى محتاج لنصيحه او لمشوره، او ان انت تقدر توصله او توصلها لحته معينه، ده في حد ذاته احساس جميل جدا. فهي ابتدت من كده يعني. فانا ابتدى ناس كتيره جدا يقولي ما احنا عايزينك تبقى لايف كوتش، وانا مش عايز ابقى لايف كوتش. ليه مش عايز تبقى لايف كوتش؟ مسؤوليه. هي بتبقى مسؤولية كبيرة ان انت يعني ان انت بتشتغل مع الناس. فانا قعدت اهرب منها مثلا بتاع 3-4 سنين، وبعدين لقيت نفسي مزوق ليها بقى، فقلت خلاص يعني. ابتديت ادرس بقى، وابتديت اقرا، وابتديت اعمل حاجات، وساعدني طبعا حاجات كتيرة جدا، ان طبعا خبرتك في الحياة وحاجات كتيرة اللي شفتها، الدراسة اللي عملتها، عشت في بلاد كتيرة فتعاملت مع ثقافات مختلفة، فكل ده على بعضه ساعدك ان انت تقدر تساعد الاخرين دلوقتي. ودي بتحسسك بحاله من النوع من الرضا كده، او باللي انت عايش كده، انك انت بتدي للناس نصايح طبعا، وبتحس ان هي فعلا بتجيب نتائج ايجابيه. هي اصل كارما، فانت لما بتدي حاجه كويسه بتاخد حاجه كويسه. صح. لما بتساعد بيجي لك في المقابل حاجه مختلفه، بس حاجه هتساعدك في الاخر. صح. طيب خليني اسالك بقى على موضوع الفقره بتاعتنا، القلب ولا العقل. انا دلوقتي تحت انطباع، انا حسام وانا مش صح، تحت انطباع انه انا الناس كلها اللي بتتعامل بقلبها واحساسها وعاطفتها هي اكتر ناس بتتهان، وهي اكتر ناس. انا حصل لي ده يعني، انا حصل لي ده، حصل لي ده مع 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 واحده حبيتها قبل كده، مع اصحابي، مع كده ناس كتيره، ان انت لما بتدي اللي قدامك كل حاجه بتحس غصب عنك انه بقى حق مكتسب، فبتقول خلاص انا التفكير بيقول ان انا مش هينفع ادخل في العلاقه دي صداقه او جواز او خطوبه، فده اللي يكسب. طيب خليني بس يعني هوضح لك النظريه، ممكن تبقى صح وممكن تبقى غلط، بس هي دي النظريه اللي انا مؤمن بيها. اتفضل. احنا عندنا 3 حاجات. احنا عندنا النفس او الروح العليا، وعندنا القلب، وعندنا العقل. طيب النفس العليا هي متصله بالخالق، والنفس العليا هي بتبقى موجوده، او هي الروح يعني بتبقى موجوده حوالينا، يعني بتطلع وبتروح وبتيجي، وهي دي بقى زي لما بيقول لك الارواح بتتقابل او بتتصادق او بتتحابب او بتختلف. الروح بتيجي للقلب وتقول له، فانت القلب بيقول لك اتجاه، ما بيقولكش تفاصيل. بمعنى ان انت مثلا داخل في علاقه مش مرتاح، عقلك يجي يقول لك ايه بقى؟ لا دي كويسه، دي طيبه، انت عمرك ما هتلاقي حاجه، انت عمرك ما معرفش ايه. عقلك بقى هو اللي بيتحكم في كل حاجه ملموسه، وعقلك هو اللي بيشككك، عقلك هو اللي بيخليك تغضب، عقلك هو اللي فيه الغرور وفيه الايجو. والعقل ما بيبقاش عايز يبقى حاجه ملموسه. يعني ايه انا مش حاسس الاحساس دوت؟ يعني ايه انت مش عايز شغلتك؟ لان انت لو مشيت هتجوع، هتاكل من الزباله، هتعمل ما اعرفش ايه، انت لازم تحمد ربنا، انت 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 انت. مع ان قلبك هو بيديك اتجاه بس، يقول لك لا، ويقول لك اه، ويقول لك انا مرتاح، انا مش مرتاح. بس فالناس بتخلط بين ده وبين العكس، في حين ان العقل هو اللي بيعمل لك كده. يعني انت ممكن تفضل قاعد في علاقه كامله بس عشان عقلك يقول لك انت هتلاقي زيها، انت لو سبتها 100 واحد هياخدها، انت بعد السنين دي كلها انت ما اعرفش ايه. فهتلاقي دايما العقل هو اللي بيشككك، هو اللي بيقلل لك الثقه بتاعتك. طب ما انا ممكن دلوقتي انا 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 اروح بقلبي لوحده خلاص، وبعد ما اروح لها وانا خلاص بقى لغيت عقلي او انسى يعني، خلاص مفيش، رحت بقلبي علشان خاطر انا بحبها، وانا يعني مش عارف اشرح لك ازاي، انا عارف او انا شايف في حاجه ملموسه ان هي بني ادمه مستغله،
او بني ادمه مش هل طماع، بني ادمه اي حاجه في الدنيا هي. بس خلاص هو ده اللي بيوجهني. لا مش ده، مش ده اللي بيقول لك. هي انت ممكن بص، هو هي الفكره ايه، احنا لازم، انا بقى عندي دي كلها وسائل موجوده عندي، فانا ممكن ابقى مبسوط في الاتجاه ده، يعني رايح ناحيتها مثلا هي عجباني، وبشغل عقلي بقى يبتدي يشوف هي عجباني ليه او مش عجباني ليه، او يشوف حاجات ممكن ما تبقاش موجوده، بتبقى مش كويسه بالنسبه لها. فبالتالي انت المتحكم، لان في ناس بتبتدي قلبها هو اللي بيتحكم فيها، في ناس عقلها هو اللي بيتحكم فيها، في حين ان هما دول وسيلتين وانا اللي بتحكم فيهم. فانا بسمع لقلبي الاتجاه هو رايح فين، وبقول للعقلي اكد لي بقى الكلام ده. يعني العقل هو اللي بيتاكد للقلب، انت اللي بتشغلهم ليك، يعني هما الاثنين بتشغلهم امتى ليك. امتى ده اللي بيسيطر او امتى ده اللي بيسيطر؟ المفروض من لا ده يسيطر ولا ده يسيطر، انت اللي تسيطر. ما هي هو دي الفكره بقى. ما هو انا يا محمد انا بلند من الاثنين، يعني انا حسام المراغي ميكستشر ما بين ده وما بين ده. انا النهارده يعني احساسي وتفكيري، يعني الاثنين دول بلند من ومين اللي الحر. سايق بقى؟ انت. هي دي الفكره بقى، انت اللي سايق. يعني اللي انت بتقوله انت دلوقتي بتسخر عقلك ان هو يعمل لحسام وسخر قلبك تعمل تحريات مثلا على الحاجه الفلانيه، بس مش هو اللي يصلح بمزاجه. يعني اللي انت بتقوله دلوقتي انه انا هيبقى عندي زي 2 نوت بوكس، خلاص العقل والقلب، وابتدي اشوف. خلاص هنا بقى ساعتها ان في بني ادم تالت بره، او خلاص يعني هو خلينا كده في حسام هو اللي بره بقى، ولا قلب ولا عقل ولا اي حاجه، قلب حسام عقل حسام وحسام. حسام ده هو البني ادم المحايد الميزان، يبتدي يشوف ده ويبتدي يشوف ده، بالظبط. وهنا ساعتها اللي يقول ان ما فيش حاجه في المطلق اسمها عقل ولا قلب. بالظبط. طب انت عندك التحكم في الموضوع ده، بمعنى ايه؟ انا بحبها خلاص، ورايح الدايركشن ده، وقلبي رايح اللي كده، فعقلك بقى بيقعد يلعب بقى كل الحاجات. انت بتقول استنى استنى استنى، انا كل اللي انا عايزه منك ان انت تعرف 1 2 3 زي ما بتقول مثلا ماديه، فانت قلبك هيقول لك ان هي ماديه، قلبك هيبقى مش مرتاح للحته دي، يعني لان بتخش في حته معينه، مثلا قعدت قاعده كده، حد لمح بكلمه، حد رمى حاجه، فابتدى قلبك اللي هو يرجع تاني يقول لا انا مش مرتاح، انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. وده اللي بيحصل، احنا ساعات ما بيبقاش عندنا دليل مادي، بس بتقول لك انا احساسي ان العيله دي مش تمام. صح؟ صح صح طبعا. فانت بقى بتقول عقلك ايه؟ تعالى دور وراهم بقى. فمين اللي ماسك الكنترول ده كله؟ أنا. مين اللي متحكم؟ انا. أنا. بالظبط. لو خلينا قلبنا هو اللي بيتحكم فينا، هنمشي بقى ايه؟ ورا الموضوع دوت. ومن غير ما برضو ما نبتدي نحكم او نبتدي نستفسر عشان نعرف ليه. لان انت عقلك او ممكن اتجاه قلبك يروح رايح كده وبعد كده يسكت، لان العقل صوته عالي قوي. فعقلك بقى هو ممكن يلعب لك بقى ويقعد يقول لك ما اعرفش ايه، وروح واطلع، وانت وهتفضل طول عمرك لوحدك، وانت ما اعرفش ايه، هيبقى شكلك وحش قوي، انت خطبت 4 مرات وبعد كده الخطوبه دي فشخت. كل ده اللي بيقول لك، مش ده. طب همشي معاك في حته تانية خالص. بيبقى في ناس ضعيفه نفسيا غصب عنها، ده مش عيب. بتبقى في ناس بيبقى عندها حاله ضعف نفسي، اللي هو اللي ده بيبقى اكبر بنات كتيره جدا. لا مش ده. ازاي يا ما هو معكوس. هقول لك على حاجه، انا متفهم ان الفكره اللي انت بتقولها بتلغي تماما كل افكارنا، ان هي فكر معكوس. الفكر المعكوس انا متفهم ان دي المسج اللي انت عايز توصلها، بس واحده ست عايشه في حياه زوجيه هي متاكده 1000000% ان جوزها بيخونها. حلو. متاكده. منين جالها؟ منين؟ شايفت على الموبايل. حلو قوي. خلاص بقى في حاجه تانجبل، حاجه ملموسه، حاجه محسوسه، ان هي شايفه ده، بتحبه، بتعشقه. ماشي. قلب. طيب عشان كده هي قاعده معاه. لا مش دايما. طب فهمني. هقول لك. هي ممكن بقى بتحبه وبتعشقه خلاص، ومش هختلف معاك في الموضوع ده، بس على يجي يقول لها ايه؟ يعني انت بقى تسيبيه واحده ثانيه هي اللي تيجي تاخده بعد كل ده؟ طب انت هتاكلي منين؟ طب انت هتعملي ايه؟ طب انت هتسوي ايه؟ كل الحاجات دي من العقل، لان العقل ما بيحبش ان هو نطلع للمجهول، هو عايز الحاجه الملموسه. حتى لو قاعدين في حته مش مبسوطين فيها، هيقول لك اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش. هي تغيير مفاهيم بس. هو فعلا الواحد بيبقى صعب عليه جدا جدا ان هو يغير ما يألفه. بالظبط. صعب جدا بالزبط. جدا ان هو دايما في حاله الكومفورت زون، في حاله هو بقى عقلك بيحب قوي بقى الكومفورت زون اللي بتقول عليها دي. قاعد كده مرتاح، لان انا لامس، انا دلوقتي عارف العلاقه اللي انا قاعد فيها
الكويس والوحش فيها انا عارفه. هيقول لك انا طب انا اخش بقى في علاقه تانية، او مثلا الست اللي بتقول عليها طب افرضي اتجوزتي واحد تاني طلع وحش منه، طلع وحش منه، اللي تعرفيه احسن من اللي ما تعرفيهوش. او انت حد مين اللي هيتجوزك وانت عندك 3 عيال؟ هتصرفي منين؟ هتعملي ايه؟ فبالتالي تلاقي دلوقتي كل الصراعات اللي عماله بتحصل ديت جوه العقل ملهاش دعوه بالقلب. القلب بيقول لها ما تقبليش بالكلام ده، اه انت بتحبيه اه بس انت ما ينفعش تعيشي معاه بالشكل ده. فهمت. يعني احنا النهارده بنتكلم في موضوع ان هو يا جماعه الانسان، الانسان خارج التفكير وخارج المشاعر هو هو الجادج بتاع نفسه، هو القاضي نفسه، او هو اللي بيحكم. ولا بقى في واحده تقول لك انا مش قادره انا قلبي بيوجع؟ والله مع انه بيحصل يا محمد، والله بيحصل. ما هو بيحصل ان في بنات قلبها يعني بيوجعها جدا جدا، وفي ولاد كتيره جدا بيبقوا مش عارفين. العقل بيقول ان هم لازم يبقوا واقفين في صف امهم، او القلب بيقول هو واقفين في صف امهم، والعقل بيقول انا هخرب البيت. يعني بص انت فكر في اي موقف حصل لك في حاجه زي كده بمثله، وهتلاقي دايما لو فكرت فيه قوي هتلاقي نفسك مش مرتاح في حته، او وبتقاوح ان انت تكمل في العلاقه دي على الرغم من ان انت مش مرتاح فيها، وبتبرر لنفسك الحاجات دي. مليون في المية صح. اه فهي الفكرة بقى ايه؟ ازاي بقى نحيد عقلنا من ان هو يقعد يلعب بينا الكلام ده؟ فحاجة من التمارين القوية جدا رياضة التأمل او المديتيشن، التفكر، ان انا ابقى قاعد كده ومثلا لو قدامي بحر او قدامي خضره او قدامي حاجه، حتى هي موجوده في دين التفكر في خلق الله. بالظبط. فهي الميزه بتاعتها ايه بس؟ هي بتهدي ده، بتهدي كل، لان هي التامل انت بتقعد ساكت، انت بتراقب تنفسك وخروجه بس. ازاي يا محمد؟ يعني انا دلوقتي قاعد اهو. انت بتغمض عينيك، انت بتبقى قاعد كده اهو. شهيق، زفير، حاجه طويله كده. هتبتدي بقى بعد شويه بتراقب. هي الفكره كلها ايه؟ ان انت تراقب تنفسك عشان عقلك ما يقعدش يلعب معاك. فعقلك هيبتدي يقول لك ايه؟ انت طفيت البوتاجاز؟ ما هو لازم يلعب لك، ما هو ما يعرفش يقعد ساكت. صح. فانت بقى ممكن تطلع من دي، فانت بتقول له اه اوكي مش مشكله، فانت تقول له شكرا. شويه بشويه هيقعد كل شويه يطلع لك بفكره، شويه بشويه هيتعود ان هو يسكت، هيتعود ان صوته يبقى واطي. فاول ما تبتدي توطي صوته هتبتدي تسمع بقى قلبك، هتبتدي تشوف الدنيا بطريقه مختلفه، هتبتدي ان انت تثق في احساسك. انت ممكن تبقى داخل في حته، انا ممكن ابقى داخل في شغلانه انا مش مرتاح مع الناس ديت، انا ما اعرفش ليه. عقلك هيقول لك ايه؟ ده بيدوه مرتب كويس، انت مش شايف؟ ما اعرفش ايه ده، هيدوك عربيه، ده هيدوك بتاع، انت هتضمن ان انت تشتغل تاني شغلانه، يقعد يلعب معاك إيه؟ بس انا مش مرتاح. وبتلاقيها مثلا بعد سنه او سنتين بتطلع من الشغلانه ديت ان انت مش مرتاح. وتلاقي كمان انه، وتلاقي كمان هو سبحان الله، وتلاقي كمان ان هو بتطلع بقى بتطلع منها اصلا. يعني انت احساسك اللي كان في الاول اللي هو كان كل الحاجات الماديه او الملموسه اللي كانت متشاهده، سواء كان مرتب، سواء كانت عيله كويسه قوي، انت هتجيب منين عيله زي دي؟ سواء يا بنتي انت كبرتي، العقل بقى هو اللي بيلعب معاك بقى اللعبه دي. تحس يعني زي مثلا خلينا نتكلم في حاجه زي الامهات اللي بيقعدوا يقولوا بناتهم لازم تتجوزوا عشان ما تعنسوش. طبعا بيقعدوا يلعبوا في نفسيتهم بشكل غير طبيعي. ده المجتمع كله يعني حسام، المجتمع كله من هم صغيرين يقول لك انا هخطب دي، انا هعمل ده. يعني دايما المجتمع ده بيتكلم على الجواز بصوره عجيبه جدا. يعني انت لو بصيت حتى للعيال الصغيره يقول لك دي خطيبه ابني، انا هجوز ابني اللي ما اعرفش ايه. فهم بيزرعوا من جواهم اهميه الزواج، او ان الزواج ده بدونه لا تكتمل الحياه. عندك حق، بس في نفس الوقت الراجل المصري ممكن بيبقى فرص الزيجات لبنت كبيره ما يحبهاش، فعلشان كده الام البنت بتقول لها خدي بالك ان الراجل المصري ممكن ما يبقاش بيحب ده. غلط، انا مش بروج يعني غلط، بس برضه طب ما هي الرجاله بتفكر كده. بس هقول لك على حاجه الطف. طيب هو الراجل المصري ده هو الوحيد اللي موجود، الكائن الوحيد اللي موجود؟ يعني هي في جنسيات تانية يعني؟ هو يعني يا محمد يعني هو في واحد يعني في لبناني، في سوري، في اردني، يعني ما يعني ارض الله واسعه برضه يعني. بس اللي انا قصدي عليه لو هم يعني لو حد ما رضيش بيكي او بيها خلاص يبقى هو ما ينفعش اصلا. يعني طب هي وصلت لسن معين وكبرت، طب يعني هتعمل ايه يعني؟ هنرجع عقارب الزمن لورا؟ فالمجتمع قاسي جدا برضو على الاناث.
واهل البنت اهلها هي المجتمع بقى كله بقى هتلاقي اهلها. انا اتصور يعني طبعا معاك حق مليون في المية، يعني انت تبقى قاسي على واحده بتشوفها بتقول كده، انما يبقى امها وابوها يقولوا لها كده، انا مش قادر اصدق. يعني انا ما بقدرش اصدق ان هي واحده كده، انت طول ما انت قاعد بتعايرها ان هي يعني هتعمل لك ايه، مش احسن ما تروح تسمع الكوارث اللي احنا بنسمعها دي؟ بالظبط. ده في حتى كمان دلوقتي نصائح بتقول لك اتجوزي وطلعي، اتجوزي وطلعي عشان ما يبقاش اسمك على النسي. طب يعني بأني منطق؟ وبعد كده حتى اللي بيتجوزوا دلوقتي لو انت فكرت فيهم بيتجوزوا لاسباب غلط يعني. زي ايه؟ يقول لك مثلا شكله لذيذ، ده لطيف، عربيته ما اعرفش عامله ازاي، ده عنده بيت، ده مع ده في بوزيشن معين، بس هي التانيه دي حلوه، ده ما انت بس هي بتقول لك انا اتجوز، يعني انا بقول طبعا ده غلط مليون في الميه، لان ده ما بيبنيش بيت. بتقول لك انا اتجوز اجيب عيل يفضل قاعد معايا بدل ما اموت لوحدي. ده تفكير بنات كتير. ودي برضو ماساه برضو، يعني هي دي في حد ذاتها، لان انت بتطلع يعني انت يعني طب العيل ده ذنبه ايه ان هو يبقى يطلع علشان يخدمك يعني، او ان هو يعيش في اسره مفككه، ذنبه ايه لما تتجوزي على اساس صح؟ يعني هي بص هي الـ يعني ضغوط مختلفه على الناس، وهي حاجه ملهاش اي لازمه ان هي الضغوط دي موجوده. عندك حق، بس محمد انت غيرت لنا فكرتنا تماما على موضوع القلب والعقل. طب كويس ان انت يعني اقتنعت بيها. يعني انا ابتديت اشوف الموضوع بفكر مختلف خالص، اللي هو خلاص ما بقاش اطلع انت بره يا حسام، انت دلوقتي اعتبر نفسك ثلاثه بالظبط، حسام قلب، حسام عقل، حسام كمبيوتر. حسام مدير بقى. حسام المدير اللي بيسوق بالظبط. فانت النهارده ده بيقول ايه؟ ده انت كبرت قوي وانت مش عارف ايه، خلاص بقى اتس هاي تايم ان انت تتجوز وتخلف ويبقى عندك اسره وبتاع. وفي حاجه تانية بتقول ايه؟ بتقول لا، انت لو دخلت في العلاقه دي هتعيش حياه تعيسه، بس هتعمل الاسره علشان انت كبرت وكذا. لا، انا اي بريفير او انا افضل ان انا ابقى عايش لوحدي مرتاح احسن ما ادخل في علاقه علشان انا كبرت تعيس. يبقى انت سخرت عقلك ان هو يحلل لك الحاجه اللي انت حسيت بيها، وبيشوف اذا كان الاحساس ده صح ولا لا، وفي الاخر وصلت للنتيجه اللي انت عايزها. صح. محمد القوسي النهارده لو في حد عايز يبعت لك او يدخل ياخد بقى منك نصايح، يبعت على ايه؟ فيسبوك، انستجرام؟ انا موجود على الفيسبوك. محمد القوسي عادي. محمد القوسي انت شرفتني ونورتني في شارع النهار على قناه النهار. وفقرات كتيره جدا 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 استنوا.